مفاجأة، محمد صلاح ورياض محرز يتعاقدان مع بي إن سبورتس لتحليل كأس العالم. مدير صندوق مكافحة الإدمان حملات محمد صلاح رفعت نسبة الطلب. ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. محمد صلاح يتسبب في توجيه تهمة السلوك غير اللائق إلى كلوب. أعلن اتحاد كرة القدم الإنجليزي توجيه تهمة السلوك غير اللائق إلى المدرب الألماني يورجن كلوب عقب طرده في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وحصل كلوب على البطاقة الحمراء بسبب غضبه بعدم احتساب مخالفة لمصلحة اللاعب المصري محمد صلاح، وتوجه المدرب الألماني إلى حكم المباراة مبديا اعتراضه على قراره. وذكر بيان اتحاد الكرة الإنجليزية أنه تم اتهام يورجن كلوب بانتهاك لائحة الاتحاد الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد الماضي، وتابع: يبدو أن سلوك مدرب ليفربول في الدقيقة 86 من تلك المباراة لم يكن لائقا، ولديه مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم الرد. وتلقى كلوب البطاقة الحمراء من قبل حكم أنتوني تايلور في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جرت على استادي أنفيلد بعد صراخه بغضب في وجه الحكم المساعد. وطلب كلوب حصول فريقه على ضربة حرة بعد تدخل برناردو سيلفا على لاعب مانشستر ضد محمد صلاح لاعب ليفربول خلال المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف سجله النجم المصري. مفاجأة، محمد صلاح ورياض محرز يتعاقدان مع بين سبورتس لتحليل كأس العالم. أفادت تقارير صحفية قطرية اليوم الخميس أن الثنائي محمد صلاح ورياض محرز نجم ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين سيكونان ضمن فريق التحليل بقناة بين سبورتس لبطولة كأس العالم 2022 المقرر لها في نوفمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة. وبحسب صحيفة استاد الدوحة القطرية، فإن محمد صلاح ورياض محرز سيحللان مباراة بطولة كأس العالم قطر 2022. وأكد جمال جودة نجم الأهلي السابق أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي تعرض للظلم في ترتيب مركزه في جائزة البالندور بعد الإعلان رسميا عن الجوائز مساء الاثنين الماضي. وقال جمال جودة نجم الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية: محمد صلاح تعرض للظلم في ترتيبه بجائزة البالندور، وفي رأيي أنه كان يستحق التواجد بين الثلاثة الكبار في ترتيب الجائزة التي أعلن عن جوائزها مؤخرا. وتابع: محمد صلاح يحقق نجاحات غير مسبوقة في الكرة الإنجليزية ويعد من أهم لاعبي جيله وفي تاريخ الكرة المصرية. يورجن كلوب يكشف لماذا لا يفوز محمد صلاح بأي جوائز فردية على الرغم من تألقه. يرى بول ميرسون أسطورة فريق أرسنال أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يتأثر سلبيا بتواجد الدولة الإرجواني داروين نونيز عندما يكون معه في الملعب على عكس فيرمينيو. محمد صلاح تألق في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة بعدما سجل هدف الفوز بملعب الأنفيلد، بينما بعد دخول داروين نونيز رفض الإرجواني تمرير النجم المصري في فرصة قتل المباراة. وقال بول ميرسون في عموده الصحفي بموقع سبورتس كيدا البريطانية: يبدو أن ليفربول عاد لأفضل حالاته، مباراتهم أمام ويستهام ستكون صعبة، ولكن إذا فازوا سيحققون انتصارات متتالية ويعودون إلى سباق الأربع الأوائل. وأضاف: لقد أخبرتكم أن محمد صلاح سيكون لاعبا أفضل مع فيرمينيو، أليس كذلك؟ لقد نجح مع بوبي أمام مانشستر سيتي وكان إيجابيا على المرمى في كل كرة كانت تصل له. وأشار: عندما دخل داروين نونيز لم يمرر الكرة إلى محمد صلاح، ومما يثير القلق أكثر أنه لم يكتشف أن صلاح في موقف رائع للتسجيل لقتل المباراة لصالح ليفربول. لعب ويستهام يفضح منظمي الكرة الذهبية بسبب ترتيب محمد صلاح الصادم. أكد ريو فردنان مدافع منتخب إنجلترا السابق أن دفاع مانشستر سيتي أخطأ في التعامل مع الدولي المصري محمد صلاح حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأنفيلد مساء الأحد الماضي ضمن الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي. وقال ريو فردنان في تصريحات لصحيفة مانشستر إيفنينج نيوز عن لقطة كانسيلو ومحمد صلاح: كنت أفكر ماذا كان يفعل هناك بمفرده هكذا، واحد ضد واحد ضد صلاح، كان يجب أن يصرخ في وجه أحد فريقه: ارجع وساعدني لأنني لا أستطيع التعامل معه بمفردي. إذا حصل صلاح على هذه الكرة في أي وقت فسينتهي الأمر. شاهد رد فعل زين الدين زيدان على ترتيب محمد صلاح في حفل الكرة الذهبية. مزح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينت سان بطرسبورغ ديان لوفرين زميله محمد صلاح بعد تسجيل هدف الفوز أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي،
وتجم علاقة صداقة قوية بين محمد صلاح وليوفرن منذ انضمام الفرعون المصري إلى ليفربول في يونيو 2017، ولكن الكرواتي رحل إلى روسيا قبل موسمين بعد نهاية عقده في قلعة الأنفيلد. وكشف ليوفرن عن الحافز الذي يمنح محمد صلاح القدرة على تسجيل الأهداف عبر حسابه على انستغرام، وكتب: هكذا يحصل مو على الدافع لتسجيل أهدافه ليكون في القمة دائما معنا، سترى وسيادتك الخاصة معي. ووضع مدافع منتخب كرواتيا صورة لخزانة محمد صلاح في ليفربول بملعب أنفيلد، وكانت تبرز وسادة عليها صورة ليوفرن يحتفظ بها قائد منتخب مصر. يورجن كلوب يعلق على ترتيب محمد صلاح في حفل الكرة الذهبية وظلمه. غزل السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني زميله السابق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية. وقامت قناة تايم سبورتس بإجراء حوار مع ساديو ماني فور وصوله إلى قاعة الحفلة، حيث بدأ حواري بمداعبة صلاح قائلاً: بالطبع سيكون أول سؤال لكم اليوم معي عن محمد صلاح. وأضاف ماني: شرف لي التواجد اليوم في هذا الحفل الضخم، ويسعدني دائما التواجد هنا، وتم بالطبع جزء من أحلامي تتويج بالكرة الذهبية. وانطلق منذ قليل حفل أفضل لاعب في العالم خلال موسم 2022-2021 والفائز بجائزة البالندور المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وتم إقامة الحفل الضخم الخاص بتسليم الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة. ويتنافس على الجائزة الكرة الذهبية هذا العام 2022 عدد كبير من نجوم كرة القدم، حيث يأتي في مقدمتهم كل من كريم بنزيما قائد ريال مدريد وليفاندوسكي نجم برشلونة الحالية، إلى جانب تواجد كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في قائمة 30 لاعبا. كلوب صلاح أصيب بخيبة أمل ولم يطلب عدم التغيير. تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن واقعة الاستبدال الخاطئ للاعبه المصري محمد صلاح خلال الفوز على مانشستر سيتي 1-0 أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو السبب الحقيقي وراء هبوط مستوى محمد صلاح؟ لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.